واشنطن بوست ونيويورك تايمز بيهاجمان مصر عادي مش جديد بسبب مين؟ ترحيل صحفي التسريبات المبركة. مين هو؟ صاحبنا ده اسمه ده شغال في نيويورك تايمز الأمريكية اسمه كير كباتريك. الراجل ده كان لنا قصة معاه، احنا أول ناس فضحنا هذا الرجل الكاره لمصر وقلنا إن هو ممول من تنظيمات إرهابية وأثبتنا علاقته بالإخوان وقلنا ساعتها في حينه للهيئة العامة للاستعلامات ولجنة الدولة إن هذا الرجل خطر على مصر. إيه اللي حصل؟ مشي، رحل، غار. النهاردة ولا امبارح راجع مصر، راجع بمنتهى الفجاجة بمنتهى الوقاحة، راجع عادي وكأنه لم يصنع شيء. هذا الرجل عنده 48 سنة، عنده مؤلف كتاب صدر اسمه في أيادي العسكر. الرجل ده فاكرين تسريبات المفبركة المصطنعة اللي الواد سامي كمال الدين ألفها بصوته وصاحبنا خدها ونشرها نصا في نيويورك تايمز؟ ساعتها لنا الشرف أول من كشف هذه المؤامرة بين كباتريك وبين سامي كمال الدين وأول من أوضح هذه الحقيقة بمعلوماتنا من داخل تركيا بأنه هذا الوغد السافل مرتبط ارتباطا عضويا ونقديا وماديا وفكريا بالتنظيم الدولي وبالأتراك وبالقطريين، بيؤلف كتاب بيتكلم فيه عن مصر وجاي مصر. مصر قالت له أنت شخص غير مرغوب فيك. هل هذا يمثل خرقا لقواعد قانونية؟ هل ما جرى بيمثل انتقاص لحقوق الإنسان؟ إحنا أنا واحد من الناس يعني بنتكلم بنقول إنه جاي مصر، مصر قالت له مش عايزين ارجع تاني. عاملين في منظمات حقوق الإنسان ونيويورك تايمز والواشنطن بوست عاملين كارثة. ليه؟ لا يجوز إنه يمنع. أنا شخصيا ممنوع من دخول إنجلترا أكثر من مرة، أقدم وترفض التأشيرة في إنجلترا. ليه ما قلناش حقوق إنسان؟ لأني شخص غير مرغوب فيها في إنجلترا، عديم التأشيرة الإنجليزية عادي. شرف لي هذا، كل يوم أتناول البي بي سي بما تستحقه، أتناول السفارة البريطانية بما تستحقها، أذكر المشاهد في كل مكان بأن إنجلترا تسببت بشكل واضح في زرع إسرائيل في المنطقة، تسببت بشكل مباشر في زرع الإخوان المسلمين في المنطقة. أقول هذا من دفاتر التاريخ، يغضب من يغضب ويرفض من يرفض عادي. صاحبنا جاي مصر قالوا مش عايزينك، عملوا عليه مشكلة، بيتكلموا في الصحفتين بيقولوا إنه نحن قلقون بشأن الرفض غير المفسر لدخول صحفي أمريكي بصحيفة نيويورك تايمز، وقد أثرنا مخاوفنا هذه مع مسؤولين مصريين. مصر دولة بتقدر مصلحتها فين؟ تتخذ قرار. هذا الشخص عندكم فيديو ليه يا شباب؟ أذكركم بس بما قلناه عنه في حين، اسمعوا. أدي في عام 89 أهو، أدي الصورة أهي، أهي دي وثائق ودي كتب ودي حاجات موجودة في صحيفة ديلي برينستونيان. دي فضائح أخلاقية وجنسية للمدعو ديفيد كيرك باتريك، تم القبض عليه بسبب سلوك بذيء زي ما انتم شايفين في عام 89، حيث كان ينشر لنفسه صور عليه بيصور نفسه عريان. ليه؟ لأنه كان شاذ جنسيا. قالت صحيفة ديلي برينستونيان في 22 يناير تاريخ سنة 90 إن كيرك باتريك كان لديه عادة غير اعتيادية في تصوير أشخاص عاريين من الشواذ. وقال كير كباتريك في نسخة الصحيفة في ذلك الوقت: لم أكن أخشى أبدا أن أسقط في المتاعب، أنا فقط أشعر بمزيد من الراحة في برتقالي أي شذوذ. يبقى الراجل ده بشكل واضح ده مراته، ورجعوا شوفوا هذا الكلام، قالت إنه بيميل للإخوان في 2012 ومتصور في ميدان التحرير، وهو كان شاذ جنسيا والصحف اتكلمت عنه ان هو بيصور نفسه عاريا بالشكل البذيء اللي احنا شفناه. انا معلش انا بجيب الحاجات دي مهمه عشان نعرف مين اللي كتب الموضوع، مين الشخص اللي كتب الموضوع، وهرجع اقول مين اللي بعته له دلوقتي. في عدد من المواقع الامريكيه نشرت زوجة كير كباتريك ووضعت فيديو على مدونتها
بيظهر أبناء المراسل الأمريكي يرددان شعار لجماعة الإخوان الإرهابية، وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته في عام 2012 أبناء كيركباتريك يهتفون يلا للإخوان، وفي مقطع آخر نشرته يوم قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة بيظهر أن أبنائه قاموا بجمع شخوص على شكل رجال شرطة وتم ضربهم. ده عيال ديفيد كيركباتريك، تعالوا نسمعوهم. يا ريت تجيبوا لي الفيديو يا شباب. يبقى عنده ميول إخوانية، ومراته كتبت هذا الكلام واشتكت للعائلة، وهو أصلا شاذ جنسيا وكان بيصور نفسه عاريا، وأدي أطفاله الموجودين. وإحنا ما جبناش أطفال من الشارع وعملنا قص ولاز، ده أطفاله، ورجعوا شوفوا هذا الكلام وبيقولوا يلا إخوان. ده كلامي في 9 يناير 2018 من أكتر من حوالي 13 شهر. النهاردة بعد 13 شهر، بعد الفضيحة، الفضيحة المدوية ليه ومراته فضحته وأولاده بهذا الشكل اللي احنا شفناه، وكتابه اللي هو مسميه مسمي كتابه في أيادي العسكر، واحد جاي مراسل في مصر بينظر، واكتشفنا علاقته بسامي كمال الدين اللي كان بيعتذر من شوية، وقلت له اعتذارك غير مقبول.